إذا مرحبا بكم مجددا. يلا هو مشروع شبابي اسمه يلا، سيقدمه 4 من الشباب العرب وغير العرب، حيث سيقومون بتقديم أنفسهم وتقديم هذه المبادرة. فليتفضلوا. حياكم الله، شكرا على قدومكم. سوف نقدم لكم عرضا قصيرا عن برنامج يلا، منتدانا النقاشي الذي يربط بين الشباب العرب وغير العرب. هذا كان تعاون جميل أدى إلى تحويل الفكرة إلى واقع. سوف أعرفكم الآن على شركائنا الذين ساعدونا في تحويل الفكرة إلى واقع. أولا، قطر فاونديشن انترناشونال، والتي أعطتنا الفرصة للتعرف على بعضنا، والتي سوف تواصل دعمها لنا من خلال منتدى يلا. ميدان، قائدة في مجال الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتي سوف تساعدنا في اللغة وسوف تترجم باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك للتواصل باللغتين الإنجليزية والعربية في منتدى يلا. Taking it global، والتي في الأسبوع القادم إن شاء الله سوف تعطي متدربي يلا تدريب على كيفية الانخراط في المجتمع. وأخيرا One World Now، والتي سوف تعطي تدريب لمشاركي يلا على كيفية القيادية. Hello, my name is David Mallory. I'm a QFI alumnus and I'm also a college student in America. I'm a freshman. Over the last year, I participated in Qatar Foundation's national programs. If I and I took the initiative to create YALA, Youth Alive to Lead, Learn, and Help, so we can keep in touch with our peers, be able to communicate more, and be able to make a difference within our world. One of the main goals that we have with YALA is to fight ignorance, hatred, and prejudice. Spin some stereotypes and to be able to make a difference and affect other people, you know? Because what we see so much, what we learn so much about our work with QFI is that students and young people, the youth, are always being influenced so much by the youth. You know, always being so much by the adults. So we would like to make a difference with that, and we learned that the students are influencing other people. And we're a diverse group, each with their own cultures and beliefs, which has been exposed to each other and learned the wisdom of the world. And we learned a lot through our work with QFI. And we'd like to share with you our experiences, our personal experiences, for why community engagement is so important and how we navigate through our cultural differences. Hello, my name is Fahad Al-Nahdi. I'm 18 years old and I'm from Doha Independent Second Year School for Boys. Ignorance is an attribute that has plagued our countries and our world. It leads to misunderstandings, miscommunications, and hatred. Being ignorant is going against our own beliefs. By bridging cultures and meeting up with people with different values and different cultures, we not only help rid the world of this ignorance, we also help see the similarities in our culture and help understand the differences rather than pointing fingers at them. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي مريم يوسف النصف. أنا من قطر. أنا من سنة رابعة العدوية الثانوية المستقلة للبنات، وعمري 17. يوم تلاقينا مع الأمريكيين كانت عندهم وايد أسئلة عن حضارتنا، عن ديانتنا، عن أفكارنا. واحدة من أكثر هالأسئلة إن إحنا شلون قدرنا نتعايش مع الانفصال بين الشباب والبنات. إحنا ردينا عليهم إن إحنا متعودين على هالشيء، لكن بعد عادي عندنا إن نختلط، بس إن في حدود للدين، بس في حدود الدين وبس في حدود الدين والحضارة. من هالتبادل أنا تعلمت إن ترى في اختلاف بين حضارتنا وحضارتهم. ومن خلال هالاختلاف بين الحضارات نقدر نتعلم شلون نحترم حضارتهم، شلون نحترم معتقداتهم نفس ما هم يقدرون يحترمون معتقداتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الطالبة مريم يوسف عبيدان من مدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات، طالبة قطرية عمري 16 سنة. طبعا يوم كنا في أمريكا اختلاف عاداتنا وتقاليدنا، وطبعا رغم مواجهة شوي مشاكل من قبل المسؤولين عن سالفة عن موضوع الخلط الاختلاط يعني بين الرجل والمرأة، ما منعنا طبعا هالشيء من ان نتشارك في علومنا وثقافاتنا ونعكس عاداتنا وتقاليدنا. خدمتنا الاجتماعية قدمناها هناك خلتنا نتعرف على ناس اكثر، خلتنا نتفتح على هالحياة اكثر، خلتنا نتفتح على هالحياة اكثر. طبعا تعلمنا ان مثل ما هالمجتمع قاعد يقدم لنا خدمات، احنا ملزومين طبعا نخدم هالمجتمع ان شاء الله بما يفيده. I used to volunteer at a child daycare center that focused on helping less fortunate families that was not able to send their children to high quality community centers. During that time, I realized how much I loved working with kids and made it fun for them by drawing pictures that they colored in. I also got a chance to connect with these kids and they were actually hilarious. And I found it empowering. It's definitely something I'd like to share with you and many other of my friends. So just to get them to do more community service and be a part of their community and to be able to make their community a better place. Given that, at the end of all the community service that we all have done, we've realized that giving more is more fulfilling than receiving. طبعاً الخدمات الاجتماعية اللي قدمتها زيارة دار المسنين، قدمنا لهم الأكلات الشعبية، الهدايا، رسمنا الفرحة على وجوههم، خليناهم يطلعون همومهم، يشاركونا قصصهم. وطبعا هالشيء ما منعنا من ان احنا بعد نقول لهم قصص من عندنا حتى لو كانت مش حزينة، على الأقل بس نرسم البسمة على وجوههم. طبعا هالشيء علمنا ان يعني احنا حوالينا ناس ما محتاجين وناسة أكثر من الوناسة اللي احنا عايشين فيها، بس لازم نفكر في الناس اللي ما حوالينهم حد عشان نرسم البسمة على وجههم، لأن احنا وناستنا ما راح تكون إلا من وناسة الأشخاص اللي حوالينا. أنا رديت الجميل حق مجتمعي عن طريق تطوعي في دار المسنين. من خلال هذا التطوع أنا قدرت أشوف شلون حياتهم وشلون حياتنا. هالتجربة، تجربة التطوع، خلتني أشوف الحياة بنظرة إيجابية، لأنهم في بيت ناس غرب اللي يرعونهم، لكن أنا عندي هالي وناسي اللي يرعوني، لكن سبحان الله نفس الفرحة هني وهناك، قدروا أن يتخطون هالشيء، وقدروا أن يتخطون المرحلة الشيء اللي هم كانوا فيه. ومن خلال تطوعي هذه أنا لاحظ ان التطوع له اهميه وايد كبيره. عشان تشوف قطار، احنا عندنا ساعات العمل التطوعي شيء وايد مهم، وما يصير نتخرج من الثانويه الا اذا سويناه. هاي بين لي اهميه التطوع، لان من بعد ما تطوعت في دار المسنين قعدت شفت الحياه بنظره ايجابيه، شفت الناس شلون يعيشون وقارنتهم بحياتي. وهاي بين ومن خلال هالتطوع تبين لي تاثير التطوع على المجتمع. We hail from a country that values its culture, traditions, and encourages everyone to live by them. Go Qatar. But one which also encourages everyone to have an open mind and move forward. I give back to my community by working hard to move forward and also asking questions that will make everybody think outside their comfort zone. This not only helps us to move forward and understand other cultures, but also helps us understand our own culture and be more closer to it. You know, QFI gave us the opportunity, Qatar Foundation International gave us the opportunity to be part of a movement dominated by youth, Arab and American youth from 13 to 18 years old who want to make a difference within their community, who want to work together to make a difference. And one of the main goals of Qatar Foundation International is to open the minds of others, to build respect amongst each other's culture, and to not fear the other.
And because we have 60 American and Arab students that are communicating with each other almost every day, you know, we look at this and we realize, I can remember talking with Fahid back at the hotel and during a summer assigned services trip, and we realized that, you know, even though we do live in this big world, we're not different at all. And because we are talking to each other almost every day after that trip in the summer of this year, we realize that we are making a big and positive difference in world relations today. And we're young, like I said, we're from 13 to 18 years old. And when we grow up and we remember our friends and our experiences from working with QFI, we would like to teach our children not to fear the other, not to be afraid of different cultures, not to be able to experience something totally different, and to not live their lives by someone else's stereotypes. Now, I think we all have met Americans before, but experiencing America firsthand was something totally different. I feel that it's amazing how experiencing other cultures could help you not only get closer to people of their culture, but also to people of our own culture. I think this is something that truly needs to be valued. And when it is truly valued, I think we'll be one step closer to the better future we always wanted. Thank you. تبادل الطلابي كانت تجربة وايد جديدة علي، ما توقعت اللي بتشوفه. احنا الحين نتواصل مع الامريكيين نفس ما يتواصلون ويانا. قبل احنا رحنا امريكا، قبل الرحلة انا كان عبالي ان احنا بس بنصير اصدقاء وبس خلاص، لكن بعد الرحلة استوعبت ان ترى احنا صرنا عائلة كبيرة مكونة من 40 طالب وطالبة امريكيين وقطريين والعاملين في قطر فاونديشن انترناشونال. يوم رحنا امريكا شفنا ان حياتهم غير كلش عن اللي نشوفه في التلفزيون، لان نشوف التلفزيون انه يتهاوشون كله يتناقشون وشي، لكن هناك حياتهم نفس حياتنا بالضبط. يعني سجلنا في اختلافات لكن نفس الشيء، نحب نفس الاشياء، مثلا نحب نفس المسلسلات، نفس الكليبات، نفس الشيء. وصدقنا دياناتنا غير وأفكارنا غير، لكن عندنا نفس الإيمان بمعتقداتنا، وهاي الشيء خلانا يكون بيننا حرية إن نقدر نسألهم عن أي شيء في ديانتهم نفس ما هم يدرون يسألونا عن أي شيء في ديانتنا. وأحب أن أستغل هالفرصة وأشكر قطر فاونديشن انترناشونال على الفرصة اللي أعطتني لأن منها تبادل الطلابي. عقب ما سمعتوا عن تجاربنا، ايش رايكم الحين تشوفون تجاربنا بنفسكم والمسؤولين اللي قاموا عليها عن قطر فاونديشن انترناشونال؟ Thank you.